أعزائي المشاهدين، النهاردة بحلقة جديدة من الكريزي تاكسي، حلقة مميزة جدا. هي حلقة السواق اللي بيتثبت، السواق اللي بيكذب وبيحور وبيفشر. أهلا فين يا ست هانم؟ رمسيس. رمسيس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايه الباب كويس يا باشا؟ فين في رمسيس؟ يا مساء رمسيس. ميدان يا ابني عند المحطة، محطة مصر. محطة مصر، انتم مسافرين؟ اه، محطة القطر رايحين اسكندرية. مستعجلين باين عليكم. ان شاء الله. بالسلامة ان شاء الله. يا باشا باشا، ان شاء الله بإذن الله. حمامة قريرة. معاك أبو علي، أبو علي منقبني بفضل الله بفارس الطريق. والله ملك الصحراوي، اسطورة الزراعي. ايوه صح. قبضاي الدائري. كويس بفضل الله. معروف وانت اصحابي. اي حد يحصل معايا مشكلة، اي حاجة، كلم ابو علي يرن علي. هوا حمامة ماشي انا بفضل الله. سفاح الطريق، انا مرة كنت ماشي على الطريق الصحراوي، كنت ماشي على 280، اقول لك على 300، كنت شايف حاجة قدامي كانت الدنيا بلاك. بفضل الله العربية عارفة الطريقة ورجليها دايسة. وهوبا لقيت عيلين على اليمين ولقيت عيلين على الشمال وفرح بعديهم. اعمل ايه؟ اخش في العيلين ولا اخش في الفرح؟ فكرت بأقل خسائر. قمت داخل في العيلين، عيل مات والتاني جري على الفرح. قمت داخل وراه اسيبه ما اسيبوش. قمت مدغدغه ومدغدغ الفرح. كل سنة وانت طيب. شفت بقى؟ ده أقل حوار عندي. خلي بالك يا ابني بسك. انا مخلي بالي يا ست، كل ما تقلقيش بقول لك انت راكبه مع فارس الطريق، مع وحش الطرق. وحش. وحش الطريق. صح يا باشا. مش باين عليا ولا ايه؟ لا ازاي باين عليك يا عم؟ باين عليك. خلي بالك من سكتك يا ابني. بص يا باشا الحته دي عجبتك؟ خلي بالك من سكتك يا ابني. انا عندي عيل صاحبي عنده مشكله على الدائري، كلمني. عيال طلعوا ثبتوه وقالوا له انت مش هتاخد التاكسي بتاعك، كنت لسه مخلص شغل ومطبق. رن عليا اسيبه يا باشا؟ لا طبعا ما اسيبوش. ما ردتش عليا، قمت مكمل نوم. كويس والله. عيل تاني صاحبي كان اسمه كريم ابو سيدي. طب عيب يا حاجي، عيب. انا بقول لك على حاجة. ما انا مصدع يا ابني. انا بعرفك من وحش. ما انا مصدع يا ابني، خلي بالك من سكتك. انت مش طايقني ليه يا حاجي؟ عيب. لا مش طايقك، بس ركز في الطريق. والله ركز يا ابني في الطريق. ركز والدنيا هتبقى زي الفل. كان هو وصلنا تاني ينزل يقفل اجدع منطقه، وبعد ما يقفل عارف يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يديني المفتاح. والله. والله. كويس. طمن يا باشا وحط قلبك بطيخه صفر، انت ماشي مع ابو علي فارس الطريق وحش طرق مصر وسكتي. والله يا ابني دماغي مسطعه. اهم حاجه دماغك مسطعه. والله العظيم دماغي مسطعه. طب لو والله سمعتي مني مسطعه فعلا. لو سمعتي مني يا ست الكل اقسم بالله هتبقي زي الفل. بقول لك خلاص بقى، هو في بطنه بطيخه. خلاص يا عم بطيخه قرع. يا باشا انا كنت مره ماشي في الغابه. حلو الكلام. كان معايا كوبايه الشاي والوقمن بتاعي، بس طلع عليا الاسد. هندهس يا عم، ركز. طلع عليا الاسد يا ابني. هندهس، ركز. هندهس يا ست الكل. اسمعيني اسمعيني بس، وطمني كده اللي هي بتوقع معايا زي الفل. طلع عليا يا باشا الاسد. عمري في حياتي ما ارمي كوبايه الشاي. قمت واخد كوبايه الشاي ولسعته بالشاي، الشاي السخن ده جاب وش الاسد. عامل اوف اح اح اوف، وقعد يعمل كده. قلت له عيب عليك. بعد منها واحد صاحبي كلمني في التليفون، قال لي بقول لك يا ابو علي. قلت له بقول لك يا دي يا نص، عايز ايه؟ قال لي انا قابلت اسد اديته بالقلم. بقول لك ايه؟ لقيت وشه مبلول. بقولك ايه؟ قلت له وشه كان مبلول. بقول لك ايه؟ حطيت صباعك على وشه؟ قال لي اه. قلت له دقته؟ بقول لك ايه؟ قال لي اه. لقيته مسكر. قلت له ما انا بشرب الشاي زياده، ده كان الشاي بتاعي اللي انا دلقته في وشه. هتركز يا ابني وتمشي زي ما خليت كل انا مركز. بلاش دي، شكلك ما بتحبش الاسود. انا بقول لك لا، انت ما بتحبش الاسود. انا بقول لك واخده حبايتين. بقول لك ما بتحبش الاسود، اسمعي مني. حرام انك تنزل. طب احكي لك حكايه الحوت. انا كنت ماشي انا وفاطمه بنت عمي على شط الميه بنحكي وبنتساهل. طلع الحوت وخطف مني بفاطمه ونزل بيها الميه. اسيبه يا باشا؟ لا، نزلت وراه قفشت الحوت من رقبته وقمت ضاغط عليه قوي. وشه احمر واتكسف وقعد يقول لي ابو علي سيبني يا ابو علي. اه بقى قلت له يا حوت مش هحلك. تف فاطمه. قام الحوت تف فاطمه يا باشا. قمت واخد فاطمه وطلع بيها بنحكي وبنتساهل انا وهي. عارف المفاجاه كانت فيها يا باشا؟ الاسد اللي انا كبيت شايف وشه طلع لي على شط الميه عايز يزاولني بفاطمه، بس ما كانش واخد باله. قمت قايل له بو، عملت له كده. الاسد قام جايب ورا يا
يبني يرجع يرجع يا ابني ركز في السكه يا ست كل ما انا مركز ركز لا والله لا ركز والله هننزل طب احكي لك حكايتي مع الحلمبوحه لا 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 ما عايزين حكايات احكي لك حكايتي مع الحلمبوحه مش عايزين حكايات انا كنت ماشي بالحلمبوحه عدى هنا على طول 460 عارفه الحلمبوحه ست الكل انا نفسي مش عارف الحلمبوحه ما نصدقش يا حبيبي لا ولا بدي اتخض ولا تشغل بالك امور يا عم ارجع مالك يا جدع بتاخد مني السيت انا لا لا الله محمد رسول الله اخويا بتاخد مني بس السلاح عني انا مش حامد السلاح ابويا ايدك ابعد عني السلاح ابعد عني السلاح انا بقول لك يلا بقول لك يا ربنا هاخد منك التاكسي تاخد منك ايه حرام عليك اقسم بالله ما انت انا شغال عليه شغال عليه هو ده صاحب التاكسي انت صاحب التاكسي يا ابن ركاب لا لا مش ركاب هو ده عم حد صاحب التاكسي عم بنزل الطريق يحكي لي يقول انا وحش الطريق ولا فارس الطريق ولا بمشي على الطريق نزيع ولا ما نزيعش؟ لا هنزيع بصراحه صباح الفل كل سنه وانتم طيبين فين يا باشا؟ السلام عليكم عليكم السلام معلم المعادي معادي فين المعادي؟ فين في المعادي؟ شارع 9 امال يا باشا تحت امرك بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليكم زي الفل حلوه برضه الشغل العالي في الشعر ده ايوه لازم تنجح على نفسك امال ايه؟ روق على حالك يا ايوه مستعجلين؟ على الله يعني كله على الله شكلكم مستعجلين وانا شغل ولا تشغلوا بالكم معاك ابو علي اخوك ابو علي فارس الطريق يا عم على الله ملقبني بفضل الله واستصحاب التاكسي فارس الطريق الله عليك اه والله الحمد لله مفيش حد من صحابك اما الرجاله يحصل له حاجه الا ويكلمني اقسم بالله بفضل الله هدية واكون عنده انت على وضعك الواد كريم ابو سيم جدع عيل صاحبي كده يعني البفه بتاعي انت على وضعك حصل معاه حوار ابن لذين حكينا يا شباب اه والله عيل ثبتوه على الدايره في عز الدور رن عليا رن عليا على الموبايل انت عملت ايه؟ ولا اي حاجه كملت ان هو في انا قوم ليه يعني؟ عارف لا بس الحوار الكبير اللي حصل معايا كان ابن لذينه ده بجد بقى وبامان كنت ماشي انا وفاطمه بنت عم على شط المايه بنحكي وبنتسال طلع الحوض خطف مني فاطمه ونزل بقى المايه ما سبتوش نزلت وراه قفشت فاطمه رقبته ومتزنق عليك كده فاهم انت بالباي والباي كده ايه امشى بنت لذينه يا راجل والله الحوت وشه مر يا ابو علي يا ابو علي قلت له عم حط في فاطمه لا هوبا تف فاطمه الحمد لله واول ما تف فاطمه خدتها وطلعت بيها على البحر عادي قدام الناس والحمد لله انت على كده بتعرف تعوم؟ بعرف اعوم بقول لك انا بطير في الجو بطير في الجو بيشخ رابسه ايه؟ صلى على النبي عليك بيشخ رابسه بيشخ رابسه والله يا عم بندردش مع بعضينا انا حصل معايا حوار بامانه رجاله احكي لكم عادي يا عم احكي يا شباب احكي يا شباب احكي يا شباب ماشي على الطريق ماشي بالحلمبوحه بتاعتك ايه الحلمبوحه؟ ايه حد في سنك ما اعرفش الحلمبوحه انت عارف ان انا عارفها كنت قلت لك انما انا ما اعرفش الحلمبوحه جدع انت بالعربيه خلصان اقول كنت ماشي على 280 كنت طاير بالعربيه كنت شايف قدامي كنت مونون هم لقيت لك عيننا على اليمين ولقيت لك فرح على الشمال اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اخش في العائلين ولا اخش في الفرح؟ كنت افكر في اقل خسائر كنت داخل في العائلين عيل مات والتاني طلع يجري على الفرح اسيبه كنت طاير وراه كنت مدغدغه هو الفرح عجبتك اقسم بالله عجبتني يا عم سيبك من ايه يا عم انت شكلك مالكش اقول لك ايه تعالى ننزل اقول لك على حوار تاني اقول لك على حوار تاني يا عم انت مقافل عليا ليه؟ الواد كريم كريم النرويجي ما سمعتوش عنه؟ ما سمعتوش في طب اليوم ده ازاي يا جدع النرويجي ازاي وما سمعتوش عنه؟ النرويجي ده بينزل يقفل اجدع منطقه لا لا ده عنده بعد ما يقفلها بيعمل ايه؟ بيفتحها تاني؟ لا بيديني المفتاح ده لا لا لا, لا اقسم بالله عجبتك ايه يا عم؟ يا عم بقول لك عزيزي عايز شو يابا يلا يابا يا جدع انت عادي يا جدع بنضحك مع بعض ولا لا لا الا الله طب انا مره شفت جاموسه سحبه نفسها وعدت بيها من تحت الباب يبقى انا كذاب يبقى انا بلموت ايه؟ اكيد فتى انت راجل جيفن هايس خالص يا عم انت سمعت بيت الكلام اكيد لا كده بحاب عجبتني منك
ايوه منك على قد سنك. على قد سني؟ لا انت خلي بالك من سني بقى. ماله سنك؟ عايز تخلع ولا ايه؟ والله حلوه عجبتني. لا سني طويل. سني طويل عليك. بقول لك يا صاحبي مش بطلب مفعول. طب ما انا ممكن اغلط برضه. يا جدع ايه؟ بجدع بضحك يا عم. سودة ساكت يا سودة ساكت يا بافي. انت هتمد بايدك واحد يا عم. امد ايدي هيخطب في عمر ماشي. مالك؟ افتح لي الباب. ما الباب ده عمر. مالك يابا؟ مالك يابا؟ مالك يابا؟ بر عنك يلا. بقول لك يا صاحبي يابا مالك؟ لا لا الله بعد عنك. بص علينا كده. مالك الباب؟ ايه يابا بتاخد عني السيت؟ انا ما خدتش منك زيت ولا حاجه والله. طب بالله عشان انا عندي علاقه يا ربي. مش كنت شبح من شويه؟ اقسم بالله عندي عيا. مش كنت شبح من شويه؟ مش يابا. بقول لك ايه يابا؟ لا لا بقول لك ايه، اقسم بالله ما بتاعي. امال بتاع مين ده يابا؟ بتاع الراجل ده. بتاع ايه؟ بتاع ابوه. بتاع ابوه يا عم. بتاع ابوه. انت بقى اللي عامل لي قلق. اسمه سامر. يا عم يا عم احنا رقيه يا عم. لا ما تنساش. الرجاله دي شرفتنا رجاله قوي وشباب زي الفل ونورتوني والله العظيم في الحلقه النهارده بكريزي تاكسي. واسمحوا لي اذيع. يا عم مالك العلاج؟ فين في التجمع يا باشا؟ شارع 90. انا يا باشا تحت امر معلش. الواحد والله 20 سنه سايق تاكسي الحمد لله. 20 سنه؟ 20 سنه بسوق تاكسي. ما انا عندي 10 سنين. وانت عندك 10 سنين؟ امال ايه؟ انا الحمد لله وسط اصحابي يعني التاكسيات كلها ملقبني بفارس الطريق. فارس؟ فارس الطريق. يا باشا انا اسد الصحراوي معروف. انا قال صحابي كلهم تما بفضل الله. اي عيل منهم واقف مشكله يكلمني. الو فارس الطريق انت فين؟ انت فين ابو علي؟ بعز المشكله. عيل مره واقف اسمه كريم ابو سنين صاحبي. واد كريم ده عيل ثبتوه في عز النهار. اتصل فيا دوب رن عليا. عملت ايه؟ ايه؟ ما ردتش عليا. كملت نوم كنت تعبان. اخش المنطقه من دول الدنيا تتقلب. قال لك وحش الطريق فارس الطريق وسع. يلا هو يا الدنيا قلبان الحمد لله. اخوك يعني سفاره افتح التجربه هتلاقي السنغافوره الصغيره بتاعتي. بص عليها كده اسمها السنغافوره النطاطه. بص 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 السنغافوره النطاطه. بس طب في ايه؟ بس طب يا عم انت مش عادي اقسم بالله. لا يا عم العب كل كده. لا اله الا الله. لا عيب عليكم. طب الصلاة طب معايا الصلاة على النبي. بقول لك ايه يا رحمة العيال اللي هو الجراج درايفور عامل ايه؟ ايه دي؟ اي عيل اي حوار يحصل مع اي حد يكلمني. شايلها معاك هنا في العربية؟ الحمد لله. أقول لك على حاجة بجد، دي ولا صور زي الهلس اللي أنت عمال تلسه من ساعة ما تاخد التقيلة؟ تاخد التقيلة؟ قول التقيلة. معاك حاجة تاخد فيها؟ طب أقسم بالله أنت عجبتك من جوه. طب أقول لك على حاجة، أنا مرة كنت زهقان أوي. زهقان أوي يا باشا والحياة معايا ملخبطة. قمت ساحب الوكمان بتاعه واخده. قمت واخد معايا كوباية شاي سخنة وماشي بقلب الغابة. قابلني الأسد فاكرني هيهتني. ارمي كوبايه الشاي اجري. اقسم بالله ما حصل على الطلاق. رميت الشاي السخن الملهل في وش الاسد. الاسد اوف احلى اوف قاعد يعمل كده وطلع يجري هربان. يا عم على الطلاق انا صدعت. على الطلاق انا صدعت. على الطلاق انت راجل برنس يا باشا. حبيبي يا باشا. طب اقول لك على حاجه ثانيه. اقول لك انا على حاجه؟ قول لي يا باشا. ما توصلني ويخلص يا عم. ما احنا ماشيين وبطل هري. هاري لا يا باشا. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ روق على حالك يا باشا. يا عم انا مروق اهو. بطل انت يا هاري عشان انا دماغي مصدعه. انا مطبق في الشغل من امبارح. مطبق؟ اه بالله عليك لا توصلني عشان انا خلاص فاهمني؟ يا عم عادي. طب انت سمعت نكته سواق التاكسي؟ يا عم على الطرق عايز اسمع. يا عم انت مالك كده فيها قرفان من الدنيا ليه؟ يا عم مش قرفان، انا قرفان من نفسي. ايه
يا عم انا بيشوفوني في الشارع بيقولوا القرفان اهو، القرفان اهو. طب احكي لك حكايه القرفان اهو الاساسيه. مره كنت بصاحب عيال اسمه يا باشا وقف على راسه، وقف على يا باشا. جه ماله ده عايز ايه؟ عايز ايه؟ ده مالك انت بتكسى؟ عايز افتح لي الباب. مالك انت عايز ايه؟ باشا انت معايا سلاح، انت بتثبت ده هتاخد مني السيد. لا لا سيد ايه يا عم؟ على بتاخد مني السيد؟ على الطالما خدت منك امال بتاخد مني ايه؟ طيب محمد رسول الله انت بتاخد مني السيد يا عم؟ بعد عنك، انا عندي عيال عايز اربيها. انت بتاخد مني السيد يا عم؟ ما تكلمناش كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تاخد مني السيت يا عم؟ انا هاخد منك التاكسي. والله العظيم التاكسي ده بتاع، حرام عليك انا شغال عليه. انا شغال بتاع الراجل ده، التاكسي ده بتاعي. التاكسي بتاعي انت كمان يا عم، انت خلي بالك. ولا انت بتاعه يا راجل، انت كمان بتاخد بس ايه يا عم؟ التاكسي بتاعه على طول يا عم. انت هتلبس التاكسي ده؟ انا ماشي. التاكسي بتاع الراجل ده عايزين تاخده مني السيت. يلا التاكسي بتاع الراجل ده انا ماليش دعوه بيه، مش هنزل. عايزين تاخده مني الراجل ده، هو صاحب التاكسي. اوعى. طب استنى، نزيع الحلقة دي ولا لا؟ نزيع؟ نزيع؟ مع ان في حاجات حصلت كتير ما ينفعش حد يشوفها.